اولا توكل على الله، اثنين لا تبيع بالدين حتى لاخوك، ثلاثة توكل على الله، أربعة كل شي تبيعه تسجله بالدفتر وكل شي تصرفه تسجله بالدفتر بشكل يومي، خمسة توكل على الله، ستة دير بالك تخلي جماعتك يلتقون يمك لأنه ممكن أكو نسوان يفوتن يشترن لأزواجهن لأولادهن لآبائهن لأخوانهن ومن راح يشوفن هوسه يمك ما راح يفوتن لأنه يستحن، وبنفس الوقت أكو شباب يستحون يفوتون إذا شافوا هوسه فما راح يفوتون ويشترون. سبعة توكل على الله، ثمانية لا تخلي نرجيلة أو بلاي أو طاولة أو دومنة أو شطرنج أو ورق بداخل المحل وتلعب بيهن ويا واحد ويا اثنين ويا ثلاثة من جماعتك، ليش؟ لأنه هاي الأشياء تفقرك. تسعة توكل على الله، عشرة دير بالك تسوي حرام وبمكان رزقك، 11 توكل على الله، اصبر بكل الظروف ولا تيأس وحاول تجارك حلول، 12 توكل على الله، 13 دير بالك تستحي من رزقك وسوق لنفسك بكل البرامج لا توقف أبد، المهم انه تجيب مبيعات، 14 توكل على الله. ليش قررت تتوكل على الله؟ كون على ثقة، كل تاجر ناجح 80% من نجاحه هو علاقته برب العالمين.